drug addiction. اللي هتسمع دوت بيدرس في الولايات المتحدة الأمريكية في واحد criminal justice, وده بيدرس في الكوميونيتي كوليدج في أمريكا, وأيضا paralegal, وأيضا كليات القانون law school, وأيضا في مادة criminal law. ولو انت لسه بتدرس اول سيمستر في اللا سكول في امريكا فبنسميها كريمنال لا 1, لان عندنا كريمنال لا 1 وكريمنال لا 2. اللي هيتقال ده بالنص بيدرس في البرامج اللي انا قلتها, عشان ده جزء تعليمي مهم جدا ل المقيمين داخل أمريكا وعلى مستوى العالم من خبرتي التعليمية وأيضا خبرتي الأكاديمية. معكم بروفيسور كارم أنيس, أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية, كريمينولوجي علم الجريمة. عندنا النهاردة هكلمك في حاجة مهمة جدا حصلت داخل جمهورية مصر العربية. فنانة اسمها شيرين عبد الوهاب, الست ديت رومانسية جدا, رومانتيك, سنسيتيف, موهوبة, عندها تالنت حلوة قوي, جميل جدا, لكن ما عندهاش تعليم, حصل على الإعدادية بالنسبة لمصر. يعني تقدر تقول كده lack of education, مفيش تعليم. إذن النقص هنا في الشخصية, مفيش تعليم, إعدادية بس, ست صوتها حلو, رومانسية قوي, مرهفة الحس, جميلة قوي, بتغني بإحساس, إحساسها عالي قوي, بالإضافة إلى جاية من تحت, يعني جاية من مفيش خالص, فده أدى أنها تشتغل عشان تصرف على الأسرة, وده عادي جدا بالنسبة للثقافة المصرية. في منها كتير صوت حلو, صوت مؤثر, فإذا ربنا ادها الموهبة. ما هو ربنا مش هيدي كل حاجة, ادها الموهبة الغنائية وخد منها التعليم معاه فقط إعدادية. الست دي من 2018 لحد 2021 ثلاث سنين في دمار, ثلاث سنين في مشاكل, مع مين؟ مع حسام حبيب. مين حسام حبيب ده؟ ده واحد ما كانش معروف في المستوى الفني. خلي بالك شيرين عبد الوهاب معاه فلوس, يعني بتعد معاه فلوس, بتعمل حفلات هنا, بتعمل حفلات هنا, لعب عليها. لعب عليها ازاي؟ ده بنسميه ماستر مايند, العقل المدبر. لعب عليها ازاي؟ الولد دوت بيقول لك, هو بيقول لك احنا ما نعرفش, بيقول لك تعليمه في الخارج ومش عارف خريج جامعات اجنبيه وبيجيد اللغه الانجليزيه وبيجيد اللغه الالمانيه. ده اللي شفناه بيتكلم, ما شفناهوش, شفناه بيتكلم الماني, ما شفناهوش, شفناه بيتكلم انجليزي, ما شفناهوش خالص, بس ده اللي بيتقال, ده اللي بيتقال, فهنمشي على اللي بيتقال. لعب عليها, قالت لك بس الولد ده متعلم وشكله كده ابن ناس وبتاع وانجليزي والماني, دخل على الحته ديت, لعب على حته وتر العاطفه عندها هي. هي ست رومانسيه قوي وجميله قوي, لعب عليها. طب هيلعب عليها ازاي؟ هيلعب عليها ازاي؟ ده ضريب يا معلم, ده بتاع مخدرات, ليه جميع انواع المخدرات. عشان ست زي ديت بتعمل فلوس فهيجيبها ازاي؟ إلا عن طريق حاجة واحدة, المخدرات. دخلها في الليلة دي تحت اسم الحب, حبك يا شيري, بموت فيك يا شيري, وعايزين نكون مع بعض وعايزين نكون أزواج. خلاها تخش في الليلة, دخلت في الليلة شيرين, بقت المشاكل تيجي واحدة ورا التانية ورا التالتة. هل هو بيحب؟ لا يا معلم. يحب مين؟ هو بيحب الفلوس. ده واحد داخل عشان الفلوس, ده واحد داخل عشان يجيبها في المخدرات, يخليها ليها في ليلة المخدرات ديت ويشد منها الفلوس. ده هدفه الرئيس يا معلم, mind control, السيطرة على العقل. اي حد, اي ست معاه فلوس, اي واحد معاه فلوس, انت target, انت هدف. هدف لمين؟ للي حواليك. شيرين بتعمل فلوس, تطلع شوية الكويت, تطلع شوية الامارات, تطلع شوية مش عارف الغرب, تطلع مش عارف ايه, بتعد الشيك بتاعها, بتطلع في التلفزيون بتعد. حسام عارف الليلة فيها ايه, قرب منها بقصة بحبك يا لولو, بحبك يا سوسو,
بحبك يا شوشو. اي عيل واخد 3 سنين مخدرات في اي سجن على مستوى العالم هيعرف اللي انا اقوله ده. مفيش حد بيخش الليلة ديت الا لما يكون حد هو اللي جايبه، هو اللي جايبه، وخصوصا لما يكون معاك فلوس. انت بيزنس مان، بيزنس وومن، خلي بالك فيك عليك اعداء كتير. انت فنانة وياما فنانات راحت، فنانات راحت، وياما تتضرب بحاجتين في الوسط الفني، ياما تتضرب بالازازة ويسكي وكونياك ومش عارف ايه وسهر، خدت بالك عشان كده بتموت بدري بدري، ياما تتضرب بالشم. هتتضرب بالشم فهتصرف على مراخينك، فاللي هتعملهم هتصرفهم. ده اللي حصل يا معلم مع مين؟ مع شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب ست طيبة جدا، غلبة قوي، احساس حلو قوي، تسمع لك ايا ليل وايا رجلي وايا عيني وايا ظهري، وتاخد منها رومانسية اوف صح من ست. وبرضو في نفس الوقت ليها ناس عايزة تاخد اللي وراها، طلع لها ده في الليلة، وطلع لها مين كمان؟ سارة الطباخ. مين سارة الطباخ دي؟ مدير اعمالها، كانت شغالة معها الاول. سارة الطباخ خبة خلعت منها، عرفت اسرارها، معها كل حاجة تخص شيرين عبد الوهاب. ضمت لمين يا معلم؟ ما هي الطيور على اشكالها تقع. ضمت لمين؟ ضمت لحسام. الاتنين بيشدوا، الاتنين ليهم في اعداد الانس والرفاهية، يعني ليهم في جميع انواع المخدرات. الاتنين دول اتفقوا على مين؟ على شيرين عبد الوهاب. يا راجل يا مؤمن، يا مؤمن، هي داخلة المستشفى في مصر الجديدة، وده قاعد على القهوة هو وسارة الطباخ، بيقول لك، بينادوا عليها الميكروفون، انزلي يا شيرين، انزلي يا شيرين، انزلي يا شيرين. مصلحته ان شيرين، هو وهي سارة الطباخ، مصلحتهم هما الاتنين ان شيرين ما تفوقش، شيرين تفضل على طول مدمنة مخدرات. ما لو فاقت هتعرف حقها فين، لو فاقت هتكون هتطالب بحقها، لو فاقت هتعرف حقها فين، وان اتضحك عليها، لان دي بتعتبر drug victim، يعني ضحية مخدرات، وقعت في لعبة اتنين، سارة الطباخ وحسام يا ريس. It doesn't make sense at all. ده مش حب يا ريس، ده واحد بيقلد ان هو بيحبها، يطلع في وسائل الاعلام اصل شيري بتاكل بطريقة وحشة، اصل هي فقيرة قوي. طب ما انت عارف يا ريس انها كانت فقيرة، بس بتعد يا معلم، بتعد يا ريس، الشيكات بتعد عالية وبتعمل ملايين ومعها فلوس. فانت داخل على ايه؟ داخل على الفلوس، انت عينك على الفلوس. هتقولي حب والليلة ديت ومش عارف، انت كنت بتضرب معاها في التجمع تحت تأثيرك، انت تحت تأثير المخدرات، انت عارف مفاتيحها، انت عارف تجيبها ازاي وتوديها ازاي، وهي ادمنت المخدرات، فعشان كده هي خارت الشقة بتاعت التجمع واجرتها، وكانت بتدفع 15,000 جنيه في الشهر عشان انتوا الاتنين تضربوا، وانتوا الاتنين اصلا يعني في نفس المجال، وانت اللي مدخلها في الليلة ديت، انت عارف مدخلها ايه وعايزها برضو تكون مدمنة عشان ترفع منها الفلوس يا ريس. وده اللي بيحصل على مستوى العالم. عندنا برضو في امريكا ناس كده كتير من الفنانين دخلوا في نفس القصة، تعرفوا برضو على عيال برضو شنكوتي، سواء هو اتعرف على واحدة شنكوتي نص لبة مرة نص لبة، او تكون مثلا واحدة اتعرفت على بيت واحد اتعرف على بيت برضو شنكوتي نص لبة، دخلها في المخدرات، او المغتربين اللي بيجونا هنا الطلبة اللي هم بيدرسوا هنا، ممكن بتعرف برضو على بنت نص لبة تدخله في المخدرات، تدخله السجن وبيترحل من امريكا. هي قصة معروفة، الواد سيدة بوكسيسة في اي حتة، في اي سجن، في اي خرابة على مستوى العالم، عارف القصة دي. بس الواد يا اما بيبيع دراج ديلر، يا اما دراج اريكت، عارف ان اي حد عشان يخش الليلة ديت لازم حد يجيبه عن طريق التجربة يا معلم. شم يا معلم وعمرك ما هتندم. شيرين عبد الوهاب دخلت الليلة ديت ودلوقتي في المستشفى عشان تتعالج، عشان تقعد في مستشفى وتتعالج من الادمان بياخد سنتين عشان تتعافى من الادمان، حد ادنى سنة عشان تتعافى من الادمان. يعني ده مش بيحصل في يوم وليلة يا معلم، ده بياخد وقت، بياخد وقت طويل عشان تتعافى من الشم والادمان وضرب المخدرات، لان جسمك اتعود. انت لو ما خدتش الجرعة بتاعتك، وهو عارف، وسام عارف،
انها عشان كده بيتحرك فيه بيتحرك بيها زي الماريونيت، عروسة اللعبة، عروسة المسرح، هو اللي بيحرك، عارف انها لازم تاخد الجرعة بتاعتها. لو ما خدتش الجرعة بتاعتها اي مدمن كده تلاقي جسمه هايك، تلاقي جسمها هايك، مش قادر، لازم ياخد طب عامل زي الاسير، لازم الجيني يبقى فيها كلام في جسمه، لازم ياخد الجرعة، الجرعة بتاعته او الجرعة بتاعتها، بعد كده بيجيله اثارة جنسية رهيبة، فهو عارف المفاتيح بتاعتها ايه، عارف بيلعب عليه، لان ايه؟ هو ليه في كل انواع المخدرات. شيرين عبد الوهاب اسيرة وضحية واحد دخلها في الليلة ديت، ليلة المخدرات، ملهاش في اي حاجة. البنت دي والسيدة دي غلبة، غلبانة قوي، رومانسية قوي، حساسة قوي، حساسة قوي، صوتها حلو قوي، طيبة قوي. خلي بالك الطيب ده، الست لما تكون طيبة قوي رومانسية قوي وتتعرف على عين نص لب، هي دي بقى، هي دي بقى بتدفع كل حاجة تحت مسمى الحب. ده مش حب يا معلم، ده اسمه مصلحة عشان يسحب كل اللي معاها، ده بنسميه في القانون بلاك ميل، تحت اسم الحب وتحت تأثير المخدرات. ده بيحصل في كل دول العالم، مش عندك انت بس في الدول العربية. Surround yourself with high quality people. حوط نفسك بجودة ناس عليا، سيبك من الشنكوتي وسيبك من التعبان. انت معاك فلوس وانت بتسافري، خلي بالك من فلوسك، خلي بالك من حياتك. انت معاك فلوس رجل اعمال، خلي بالك في اعداء كتير هيتعرض عليك كتير، تذاكر الشم والهيروين والكوكايين والنسوان النص لبه والنسوان الواقع. انت برضو معاكي فلوس، خلي بالك من فلوسك، عيل شمام هيوقعك. اوعي تسيبي كوبايه فاضيه وانت داخله البار، وانت مثلا قاعده بتشربي، اوعي تسيبي كوبايه فاضيه، اوعي تسيبي كوبايه تسيبيها مثلا مفتوحه وتخش البار، تخش الحمام وتيجي، هيسقط لك يا ماما، هيسقط لك في المخدرات. ده معروف اصلا في قانون الجنايات. اوعى تسيب حاجه مفتوحه وتدي امان للي معاك، هتسقط لك وتجيبك في المخدرات. ما عرفتش تجيبك بطريقه الاقناع، هتجيبك بالذوق وبالعافيه برضو تسقط لك. بعد كده بيتم يا اما ممارسه معاك، الممارسه الجنسيه معاك بالعافيه، يا اما برضو بالنسبه للستات بيتم اغتصابها عن طريق المخدرات. خلي بالك، خلي بالك من باد باريز، رفقاء السوء. عشان كده دايما اما في مجلس المستهزئين فلم تجلس. اي واحد شنكوتي، اي واحده شنكوتيه تعبانه يا قلبي، ابعد بعينها، بعيد عنها تماما، كده انت تنجح. ابعد عن الواقع، الواقع كتير هو ده اللي يجيب اجلك، هو ده اللي يخليك تتعب في حياتك، هو ده اللي يخليك ما تحققش حياتك النجاح في حياتك، هو ده اللي يخليك اصلا دايما تندم ان عرفت شخصيه هو وهي بالطريقه ديت. خلي بالك انت مع بروفيسور كرمانيس، استاذ اللغه الانجليزيه وخبره حياه من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا، باي باي.